لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عبر الهاتف رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي الأستاذ كامل الحساني. أهلا بكم أستاذ كامل إلى استوديو رافدين. إذا كان امتلاك السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية حق يكفله الدستور، فإن هذا الحق تحول إلى لعنة تطارد الأبرياء. كيف يتابع الشارع الأمريكي هذه القضية، لا سيما بعد الحادثة الأخيرة في فلوريدا؟ يعني السؤال غير واضح، من فضلك ممكن تعيده. طيب أعيد السؤال، إذا كان الدستور قد كفل للناس في أمريكا بامتلاك السلاح، ولكن هذا الحق الموجود في الدستور تحول إلى لعنة تطارد الأبرياء، يعني كيف ينظر الشارع الأمريكي إلى القوانين الموجودة في الدستور فيما يخص هذه الحالة، خصوصا بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت في فلوريدا؟ يعني الأمريكان هم يحترمون الحقوق الدستورية، وفي طائفة كبيرة من الأمريكان يعتبرون حمل السلاح واستخدام السلاح للدفاع عن حياتهم ومصالحهم هو جزء من الحقوق الدستورية المنصوص عليها بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. وأكو إصرار من الناس اللي يعيشون في القرى والأماكن البعيدة انه ما عندهم وسيله لحمايه انفسهم ومصالحهم الا بالحيازه الاسلحه والدفاع عنها، لانه قوات الامن والقوات المسؤوله على فرض القانون دائما تكون بعيده عن مناطقهم. اذا كيف من الممكن الحد من هذه الحوادث التي تجري في امريكا، خصوصا يعني السنوات السابقه والحوادث السابقه تثبت بان هذا الحق تحول الى حق امتلاك السلاح، طبعا تحول الى اداه جريمه من الممكن وصفها بجريمه تكاد تكون منظمه في امريكا؟ نعم، دائما الامريكان الان رفعوا اصواتهم عاليا يقولون ان حق الحياه هو قبل حق حمل السلاح، وهذا بيها وجهة نظر. الآن كثير من القوى الوطنية الأمريكية بدأت، حتى المتعصبين المحافظين بدأوا يتنازلون، ومنهم ماركو روبيو السيناتور اللي معروف بحماية الحقوق الدستورية من فلوريدا، الآن وجهة نظره تختلف عما كانت عليه أيام الانتخابات وأيام كان مرشح. الآن الدعوة إلى تقييد هذه الحقوق وليس إلغاء حق الحفاظ على السلاح، ومنها زيادة عمر الحائز من 18 إلى 21 وتقييدها بالأسلحة الغير أوتوماتيكية اللي هي المسدسات الخفيفة للدفاع الشخصي. نعم، هل تحولت قضية حمل السلاح من صراع حزبي انتخابي بين الأحزاب الموجودة في أمريكا إلى قضية خرجت عن الإطار الإنساني؟ نعم، يعني من ناحية هذا قضية انتخابية، ومن ناحية أخرى أنه هذه ظاهرة الأسلحة وظاهرة الإجرام المرتبط بحقوق حمل السلاح أظهرت أن هناك منظمات وقوة مستفيدة من هذا الإطلاق بالحريات، ومنها المنظمة الوطنية اللي مسؤولة، اللي تعتبر نادي لكل محلات وأسواق بيع الأسلحة اللي لها تأثير على القرار الأمريكي وعلى الناخب الأمريكي. التظاهرات التي خرجت في 800 مدينة أمريكية، يعني ألا يعتد بها من أجل تعديل هذا القانون الموجود في الدستور؟ نعم، كثير من اللي شاركوا بالتظاهرات بمئات الالوف كان لهم راي انه هذا التوجه سيضغط على اصحاب القرار بتعديل القوانين وتقييد حريه حمل السلاح واستخدامه، ولو لن يكون بالايام القريبه، ولكنه ربما يصبح هذا الموضوع ملحن بعد الانتخابات النصفيه للكونغرس الأمريكي. نعم، الأستاذ كامل الحساني المحامي من واشنطن، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.